مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وهذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والمحبة، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة على السطر. فأهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين أينما كنتم في ربوع وطننا الحبيب. ما طيل عليكم أحبتي المشاهدين، موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن آخر التطورات الجارية على صعيد محافظة صلاح الدين. ولكي أناقش هذا الموضوع بشكل أشمل وبشكل أوسع، يسعدنا بأن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ عمار حكمة البلداوي، النائب الفني لمحافظ صلاح الدين. فحياك الله أستاذ عمار، وهذا لقاؤنا يتجدد بكم من شاشة قناة صلاح الدين الفضائية ونقطة على السطر. مرحبا بكم مشاهديك الكرام، ودائما ما نحب نلتقي بمشاهدين الأعزاء مشاهدي قناة صلاح الدين من خلال التواصل معكم وفي برنامجكم، نكون في خدمتكم دائما. تحياتنا لك أستاذ عمار. مثل ما قلت، يعني محاور كثيرة وعديدة طرأت على الساحة والشارع في محافظة صلاح الدين، واسمح لي أبدي مع حضرتك أستاذ عمار من الجانب الأمني وهو عصب الحياة في المحافظة. شاهدنا قبل أيام قليلة حدوث بعض الخروقات الأمنية في جنوب محافظة صلاح الدين، ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الخروقات؟ تفضل. يعني دائما ما نكرر في لقاءاتنا وفي اجتماعاتنا أنه اليوم ملف داعش كقوة عسكرية موجودة على أرض، والعودة للمربع الأول لعام 2014 هذا بعيد كل البعد. هذا ملف انتهى بالكامل. طيب، هناك مجاميع إرهابية معدودة، مفارز بالتسمية العسكرية من 4 إلى 5 أشخاص بين فترة وفترة يحاولون يخلقون بعض الثغرات في قواطع جنوب أو شمال محافظة، من خلالها يحبون يرسلون رسالة بتواجدهم أو موجودين اليوم أو قوة عسكرية ورعاب الناس. ولكن واقع الحال أنه اليوم قواتنا الأمنية مستنفرة بشكل كبير وكامل بمعالجة هذه الثغرات. يمكن قبل أيام كان هناك استشهاد لأمر فوج مكافحة الإرهاب في صلاح الدين في منطقة حمرين. حقيقة هذه المناطق اللي دائما ما تؤرقنا وما تكون فيها عمليات عسكرية، وكان هناك ضربات جوية. ليش دائما في هذه المناطق؟ يعني دائما جنوب صلاح الدين أستاذ عمار، يعني ليش دائما التركيز على هذا المحور؟ يعني شوف، جنوب صلاح الدين الإشكالية الكبيرة اللي عندنا أنه إحنا بتماس مباشر مع محافظات ساخنة، دائما ما نكررها. طيب، سور بغداد مع الأسف عنوان أكثر ما هو مضمون. سور بغداد المفروض محصن وممسوك بقوة من قيادة عمليات بغداد، ولا توجد أي خروقات من هذا الجانب. ولكن واقع الحال هناك الكثير من الثغرات اللي موجودة بالسور، مسك لم يكن بالصورة الصحيحة، بالإضافة لامتداد مناطق الدجية. التقصير من من؟ عمليات بغداد. طيب، بالإضافة لأنه هذه المناطق محاذية ليست فقط إلى محافظة بغداد، إلى محافظة الأنبار، وهي مناطق صحراوية يعمل العدو على الحركة بها. اليوم لا تستطيع القوات الأمنية أن تتواجد بكثافة في تلك المناطق، تقوم بعمليات بين الحين والآخر لتمشيط وتطهير هذه المناطق، وتجد بعض المضافات، بعض المخلفات الحربية من عبوات وما إلى ذلك، تلقي القبض على بعض المتهمين، ومرات لا ما تلقى أحد، مهزومين. طيب سيد عمار، يعني أنتم كحكومة محلية كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ إيش وقت راح أخلي حد نهائي لهذه الخروقات اللي ديروح ضحيتها الأبنياء؟ بما يخص ملف سور بغداد وتواجد القطاعات وإعادة تشكيلاتها، كان هناك تنسيق مع الأخ وزير الدفاع، واجتماع سيد المحافظ مع الأخ وزير الدفاع، اجتماع آخر لحقه بقيادة العمليات المشتركة لوضع النقاط على الحروف وتحديد الخلل. طيب، والوقوف على مواطن الخلل اللي موجودة اليوم بهذه الجنبة والفراغات اللي موجودة وتوزيع القطاعات الأمنية. فهناك متابعة للموضوع. الخروقات الأمنية قد لا سمح الله والماضي ما نتمنى تستمر في بعض الثغرات، لكن بالدرجة الأساس تعامل المواطن اللي هو المصدر الأساسي للمعلومة. طيب، هو من سوف يحد بالسرعة الأكبر من هذه العمليات. يحاول عدو الاختراق بين الحين والآخر، إثبات وجوده، إثبات تواجده بهذه المناطق. ولكن نجد هناك وعي كامل من المواطنين بالإبلاغ والتعاون مع الأجهزة الأمنية. طيب، ونبقى نصر أن المواطن هو الفيصل وهو الأهم في تقديم المعلومة الأمنية للقضاء على هذه الموارد البشرية، المعدات، التجهيزات الحديثة العسكرية، عندكم بها فقر في الحد من هذه الخروقات؟
أشياء بصراحة. طبعاً طبعاً سلامة. إنه بعد 2014 لا يخفى على الجميع إنه أغلب الموارد العسكرية اللي موجودة بالمحافظة تهيكلت بالكامل. إعادة بنى التحتية للقيادة الشرطة صلاح الدين بالدرجة الأساس والأجهزة الأمنية أخذتها على عاتق المحافظة. وقمنا بتقديم دعم كبير من خلال توفير السيارات الآليات المعدات وحتى تدخلنا بصورة شخصية بقضية دعم القوات الأمنية بالتسليح. ووفرنا أيضا منظومة كاميرات للمراقبة. المنظومة الحرارية كاميرات حرارية وكاميرات احتيادية. الحرارية لأفواج الطوارئ والقوات الماسكة اللي خارج المدن للاستفادة منها من المساحات الشاسعة واللي تؤدي دورها بشكل كبير، وقد حدث لنا الكثير من العمليات الإرهابية ورصدت الكثير من العمليات الإرهابية قبل وقوعها وتم معالجة الأهداف. ومنظومة الكاميرات اللي موجودة بالأقضية والنواحي من أجل إعطاء صورة كاملة عن الجريمة المنظمة وليس الإرهاب. يعني إحنا استفادنا من القضية من جانبين، من جانب الإرهاب بالكاميرات الحرارية وما ذلك بخارج المدن، وداخل المدن بالجرائم الاعتيادية اللي موجودة. هذا المنظومة دعمت بها المحافظة تجهيز أجهزة السونار، الكثير من الدعم بادرت به الحكومة المحلية وهو ليس على عاتقنا. يعني قانونا أنه إحنا ما ملزمين أن نوفر الأجهزة الأمنية سيارات ومعدات وأسلحة وحتى الكاميرات وما ذلك، ولكن أخذنا على عاتقنا، وذلك لهدفنا الأساسي هو حماية المواطن، توفير الأمن المواطن. لأنه اليوم انتظرنا إلى الوزارات المعنية في بغداد. يعني اليوم أنا انتظر أنه تجيني مجموعة من السيارات من بغداد، تجي السيارة 2012 و2010 هي متهالكة ما تأدي الغرض اللي موجودة بها. بادرنا بتجهيزهم بكل ما نستطيع ضمن القانون. ليش حتى ما فتحت الحكومة المركزية انتظار تجيك موافقات مباشر. تجيك موافقات على سيارات على معدات. لو ما تلقى بالمخزن، لو ما موجودة، لو ما ضمن المواصفة، لو ما بيها فائدة للقطاعات، مجرد انه موافقات. احنا اخذنا على عاتقنا هذا الدور، تهميش بالموضوع. لا لا، بس هو امكانيات ممارسة الدولة محدودة. بحكم الأزمة الاقتصادية اللي موجودة اليوم، أغلب الوزارات ما عندها سيارات حديثة، ما عندها معدات حديثة. عملية التعاقد توقفت من سنتين تقريبا. ماكو موارد مالية لتغطية احتياجات المحافظات بشكل كبير. احنا قطاع الأمن قطاع وهذا الدعم اليوم، عذرا أستاذ عمار، قلة الدعم دي أثر لي على الجانب الأمني. احنا بادرنا كحكومة محلية في محافظة صلاح الدين بأخذ هذا الدور من أجل سد الثغرات أو تقليل الضرر الحاصل. لهذا بادرنا، ولا لا تجينا احنا افضل لنا نقدم بها خدمات ملموسه للمواطن اكثر من الامن، ولكن بالامكانيات المتوفره. نعم، ولكن من نجي ندرس القضيه الامن اولا. لا قيمه للخدمات والماء والكهرباء اكيد الامن بالدرجه الاولى، وفر الامن للاقتصاد وغير الاقتصاد والخدمات كلها تتوفر. بس ايضا يسال المواطن استاذ عمار، يقول لحد الان ما شفنا القاء قبض على الاشخاص اللي قاعد ينفذون هذه الخروقات الامنيه. لا هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا مو صحيح، بالعكس. يمكن يوميا او ما بين يوم ويوم اكو تصريحات او خطاب اعلامي من الاجهزه الامنيه عن القاء القبض لمجاميع ارهابيه اللي مطلوبين للعداله بقضايا جنائيه او قضايا ارهابيه. وعمليات نوعيه قاعد تنفذ في صلاح الدين. قد تكون التغطية الإعلامية ليست بالمستوى المطلوب، ولكن نعتقد الأجهزة الأمنية اليوم ما هو دور كبير بمعالجة الإرهاب والقضايا الجنائية، واليوم قيادة شرطة صلاح الدين بالأخص ومن بعدها قيادات العمليات في صلاح الدين وسامرة والأجهزة الساندة الاستخبارية والوكالات الاستخبارية المركزية كلها اليوم خلية نحل لتوفير الأمن بالمحافظة. هل أنتم مع توحيد القرار الأمني في طبعاً. محافظة صلاح الدين، وهي ضرورة من ضرورات تعزيز الملف الأمن والاستقرار على صعيد المحافظة، متى سوف يتم توحيد القرار الأمني أستاذ عمار؟ حقيقة خاطبنا القائد العام للقوات المسلحة سابقاً والقيادات الأمنية، وزارات الدفاع الداخلية، قيادة العمليات المشتركة، رأس أركان الجيش بتوحيد القرار الأمني. اليوم صلاح الدين ليست محافظة غريبة عن محافظات العراق. لماذا صلاح الدين فقط تتبع لثلاث قيادات عمليات؟ السؤال يطرح نفسه. يمكن قبل ما داعش هي ليش تعدد أصلا القيادات؟ هذا مع الأسف قرار أمني، ما أعرف ليش نكون بهذه الصورة. يعني احنا اليوم مساحة محافظتنا كبيرة، صحيح خامس على العراق من حيث المساحة، ولكن لسنا بمعزل عن بقية المحافظات. اغلب المحافظات اللي موجودة عندها قيادة عمليات واحدة تسيطر على الموقف. شمعنا صلاح الدين اتلاقى؟ شمعنا صلاح الدين؟ قبل كنا ثلاث قيادات عمليات،
قبل دخول داعش. وحدنا القرار الأمني وصلنا إلى قيادة العملية صلاح الدين وقيادة عمليات شامرة. طيب هسه رجعنا بعد ما داعش بهذه الهيكلية، ده نحاول من خلال الضغط على القرار الأمني اللي موجود في بغداد، لأنه تعرف اليوم القرار الأمني ليس قرار محلي. شنو رد بغداد بهذا الموضوع؟ دراسة الموضوع، توزيع القطاعات، توزيع المهام، تسيير حركة القطاعات والمهام من هالجانب هذا. طيب يعني أفهم من كلامك أستاذ عمار على من تقع مسؤولية الحد من هذه الخروقات اللي نشوفها بين فترة وأخرى، من هو المعني في صد هذه الخروقات بالدرجة الأساس؟ أنتم كحكومة محلية، كقوات أمنية وعسكرية، وهناك كلام كثير في ما يخص هذا الموضوع. إحنا كحكومة محلية هناك عنوان كبير اللي هو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، منتهي منها. طيب هذا العنوان كبير بمضمونه، طيب ولكن بتطبيقه بعيد كل البعد. اليوم المحافظ ما يقدر يحرك له فوج، ولا يقدر يحرك له سرية، ولا يقدر يحرك له 10 شرطة من مكان لمكان إلا بالتشاور مع القيادات الأمنية. يعني شو تريدون تتوحد القرارات الأمنية؟ هو هذا الدنيا، يعني ثلاث قطاعات موجودة وثلاث عمليات موجودة وهذا الخروقات اليوم اللي قاعد نشوف. احنا هذا الدنيا نحكي، دنيا نحكي نقول انه يا اخوان انت اليوم تنطيني هذا العنوان وكل ما احاسب عليه انه رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، طيب شنو الدور العسكري بالموضوع؟ انا الامن مختصاصي، اختصاصات القيادات الامنيه. اليوم هناك خلل بتوحيد القطاعات الامنيه. طيب اليوم توزيع الموارد، اغلب القطاعات اللي تصير عندنا بيها اشكالات او تعرضات او عمليات ارهابيه، اذا نلاحظها هي المناطق الفاصله ما بين قيادة عملية صلاح الدين، قيادة عملية سامراء، و التنسيق مع باقي القطاعات في المحافظات. هذه الفراغات اللي تصير هي مصدر الخلل اللي موجود عندنا حاليا. تحدث داخل المدن في بعض الاحيان، تحدث في بداخل عمليه سامرة مثلا وعمليه صلاح الدين بعض الحوادث الارهابيه، ولكن بالدرجه الاساس او الغالب اللي موجود هي مناطق الـ 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 الحدود الفاصل ما بين قيادات العمليات هي اللي قاعده تسكن المشاكل، هي اللي قاعده تاثر على امن واستقرار المحافظه لربما بالدرجه الاولى. من جانب اخر استاذ عمار، يعني لاحظنا اليوم خروج المئات من اهالي قضابلت والديجيل بتظاهرات سلمية هي بالدرجة الأولى وتحمل عدة مطالب خدمية وغيرها. شلون تعاملتوا كحكومة محلية مع هذه التظاهرات؟ رحتوا شفتوهم، قعدتوا وياهم، شنو مطالبكم اللي تريدوها وهي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى أستاذ عمار؟ بالنسبة لقضاء الديجيل في وقتها حضرنا وصارت جلسة مع الإخوان المتظاهرين بما يخص ملف الخدمات، وكانوا يركزون على قضية مستشفيات الديجيل. هاي المستشفيات اللي أقرت بسنوات سابقة على وزارة الصحة ولم يتم استكمالها. وتم الاتفاق على تأهيل المستشفى اللي استحدثته المحافظة 25 سرير لتكون مركز الحجر الصحي. وبعدها كان هناك تنسيق مع الأخوان بالعتبة العسكرية ومشكورين قدموا دعم بإنشاء مستشفى 40 سرير لحجر مرضى كورونا. كان هناك بعض الطلبات الأخرى على بعض المعامل اللي تسبب تلوث في البيئة، وجهنا الأخ مدير البيئة في صلاح الدين لإعداد تقرير مفصل وفحص المكان وفحص هاي المنشأة كانت بها ضرر أو ضمن المواصفات الفنية أو لا، وأعطانا تقرير بهذا الموضوع وفق القانون. السقف المطالب اليوم ارتفع أستاذ عمار، ألا تلاحظون ذلك؟ بالديجيل لوين؟ في الديجيل بالدرجة الأولى. ما عندهم شيء موش. الخدمات وغير الخدمات. الخدمات، شوف أستاذ العزيز، موضوع الخدمات في بلد والديجيل هو موضوع شرعي للجميع. المواطن حق هو المواطن شو يريد غير الخدمات خاصة الأساسية؟ حق وكل الحق إلى أنه يحصل على خدمة تحفظ له كرامته وتحفظ له إنسانيته وتقدم له. ولكن يجي على أصل الخلل اللي احنا دائما نعيده ونكرر به، احنا دي شخص الخلل بس ما إلى معالجة. معالجات مو من عندنا، المعالج اللي عندي. إذا أحاسب بس المواطن يقول أنتم المسؤولين أمامي، أنتم الحكومة المحلية. صحيح. وحلقة الوصل بينكم وبين الحكومة الاتحادية. خلينا نتفق على مبدأ. نعم. أي مطالب للمواطنين في صلاح الدين من ديجيل حتى الشركات. طيب. آملي طوس أي قضاء. هي مطالب شرعية وحقة. كفلها الدستور. وكفلها الدستور. ولا عندنا اعتراض عليه ابدا. حق علينا المواطن نوفر له خدمه.
متفقين على هذا المبدأ؟ تمام. المشكلة عندنا بجنبتين. طيب. الجنب اللي تخصنا إعداد هاي المشاريع وتقديمها لوزارة التخطيط والمصادقة عليها، هل إحنا مقصرين به؟ لا. نقدمنا أوراقنا ومشاريعنا واحتياجات الأقضية والنواحي. طيب. وتمت المصادقة عليها بعام 2019 والسنوات السابقة. خطط كاملة ومعد. مشكلة بالتمويل. يوم أي مقاول. تمويل ما إجا أستاذ عمار. والحل. من أجيب؟ والمواطن ما يعرف. المواطن الآن يريد خدمات مثل ما قلنا. أستاذ. الموازنة جتي أو ما جتي أو تأخرت أو انشالت من عدد المقاول المشاريع. المقاول يبحث عن استحقاقات اليوم. طيب. ماكو خدمة مقدمة بدون أموال. أي خدمة هنقدمها اليوم مقابل أموال. أكيد. صح ولا لا؟ أكيد. المقاول يفتح عمل وفق القانون 5% 10% ينجز العمل ماكو سلفة يقدم عليه إيقاف عمل. أنا إذا لم أمول بأي مبلغ من عام 2019 آخر مبلغ تمويل كان يوم 5/12/2019 واليوم احنا 26/8/2020 يعني بعد لنا 19 يوم ونصف سنة جيك لم نستلم اي مبالغ مالية من نطيل المقاول. ايضا لجنة الموازنة من جانبها قالت هذه الموازنة هذه السنة ما بيها مشاريع. استاذ ما بيها مشاريع جديدة. احنا نريد طيب. مشاريع جديدة. القديمة المتلكئة المتوقفة. شوف تلكو من نوصف متلكئة. التلكو نتيجة أعمال معينة يعني. طيب. أما المقاول مخل بشروط العقد. طيب. أو آلة التنفيذ لم تكن بالصورة الجيدة أو المواصفة الفنية الجيدة. جيد. ولكن المتوقف نتيجة عدم التمويل هذا شيء آخر. إحنا اليوم كل مشاريعنا متوقفة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية. طيب. هذا العائق الأهم والأكبر اللي الناس تطالب بيه بالخدمات. انا اليوم لو عندي فلوس اكمل مشاريعي بالدجيل. زين. اكمل مشاريعي في بلد في زين. سمراء بالاسحاقي بشرقاط بيجي بكل المناطق. طيب. اليوم المشكله مو بس رب بلد والدجيل. اليوم ابو الشرقاط ديعاني ابو بيجي ديعاني. مشاريع المجاري مشاريع استراتيجيه وكبيره. طيب. هسه احنا في بلد قسمنا المشروع الى عده اجزاء واشتغلنا بهذا العقليه بفتره قريبه بالشرقاط والدجيل وقسمنا الى مقاطع او زونات المشاريع. زين. البريطاني اللي كان لكم اجتماع قبل ايام مع منظمه اليو ان دي بي الانمائيه فيما يخص القروض البريطانيه، وين وصل هذا الموضوع؟ متى سوف يستأنف في هذا الملف؟ من سنتين ليلى اليوم نسولف احنا بالقرض البريطاني ومبالغ القرض البريطاني لحد الان لم تجي شيء. سبب مو بدينا هذا الموضوع تسأل وزاره الماليه وزاره التخطيط. طيب. هذه المواضيع بما يخص القروض أبواب الصرف اللي عندنا موجودة أبواب التمويل اللي تجينا قرض بريطاني قرض ألماني أي قروض نوجه باتجاه معين. يعني وزارة التخطيط بعث لنا كتاب تقول شنو احتياجاتكم بقطاع خدمي مثلا. طيب. القرض الألماني موجه لخدمة معينة أو مشاريع البنى التحتية المعينة. طيب. أو قرض آخر لمشاريع كهرباء. طيب. نعطي احتياجات. البريطاني كان يمكن لموضوع المعامل الحكومية المتوقفة أو المتضررة بالدرجة الأولى المعامل. لا هذا كان ويل يو ان دي بي بما يخص المعامل الحكومية على التأهيل وتوفير فرص عمل. طيب. يعني شوف هسه هذا الجنبه بالضبط انه متخصص في هذا الموضوع. بهذا الموضوع انه. طيب. إعادة تأهيل المعامل الحكومية وتوفير فرص عمل. طيب. قدمنا مجموعة من المشاريع لليو ان دي بي وننتظر عندهم القرار. يعني لو تحدثنا بلغة الأرقام أستاذ عمار كم معمل اليوم عندنا متوقف في محافظة صلاح الدين وش قد راح يستقبل لي من أيدي عاملة لو شغلت هذه المعامل اليوم؟ حكومي ليس بالكثير. تقريبا الإحصائية اللي عندنا ما يقارب 20 إلى 25 معمل مو أكثر. راح تبقى هي شي هذه حالها أستاذ عمار. يعني مو هي تدري بالدرجة الأساس هاي المعامل ما تابعة المحافظة مو الحكومة المحلية تابعة الوزارات. هاي الوزارات وزارات قطاعية لها اختصاص. أنا ما عندي سلطة اليوم على وزارة الصناعة. ما عندي سلطة على وزارة التجارة. ما عندي سلطة على وزارات أخرى. ولكن إحنا دورنا الأخلاقي كمحافظة اللي نبحث عنه إنه كيفية توفير فرص عمل لأهالي المحافظة من خلال إعادة تأهيل هذا المعامل. فإحنا بعثنا بأسماء المعامل اللي تحتاج لإعادة تأهيل في المحافظة. إيش قد راح يحقق لي من اكتفاء ذاتي؟ إيش قد راح يشغل لي ناس؟ كثير. عاطلين عن العمل. أنا أبحث عن فرص العمل. محافظة صلاح الدين هي سلة العراق الغذائية. أنا أبحث عن فرص العمل اليوم. نوفر فرص عمل لشبابنا العاطل عن العمل. هذا جزء كبير من رسالتنا في حكومة المحافظة. شنو خطتكم القادمة في صدد هذا الموضوع؟ شو راح تعملون على هذا الجانب؟ شو راح توفرون مشاريع
صغيرة وإن كانت حتى استقطب الأيدي العاملة من أبناء المحافظة؟ يعني حاليا احنا اكو تنسيق ويا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوقف بسبب احداث كورونا وبسبب الأزمة الاقتصادية بما يخص هذا الملف، موضوع توفير فرص على العاطلين عن العمل وتم تسجيلهم وتدقيقهم. كان المفروض انه تطلق لهم اموال لانشاء مشاريع صغيره، لكن توقفت هذه التمويلات حاليا بسبب توفر تخصيصات ماليه، ازمه كورونا. ننتظر الايام القادمه عسى ولعل يفعل البرنامج مره ثانيه. هذا من جانب. من جانب اخر، يعني البارحه كان الاخ المحافظ عند اجتماع مع السيد وزير التخطيط بما يخص سد مكحول. اقامه السد هو مشروع استراتيجي بالنسبه للعراق عموما وليس فقط لمحافظه صلاح الدين، ولكن قدر الامكان ما الذي نستفاده كمحافظه صلاح الدين انشاء هذا السد. يعني شنو سوينا السد؟ شو راح تعود بالنفع؟ هذا بالدرجه الاساسيه. راح تعطيني نتائج ايجابيه؟ شو هو هذا هو هذا الاساس. فكان هناك مناقشه انه في حاله انشاء السد نستفاد من توليد الطاقه الكهربائيه للمحافظه، هذا رقم واحد. نستفاد من توسيع الرقعه الزراعيه للمحافظه من خلال انشاء اربع مشاريع روائيه تغطي مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه مما يسهم في رفع الغله الغذائيه او السله الغذائيه اللي موجوده بالمحافظه، وبالتالي انعكاسه على توفير فرص عمل. اكو سقوف زمنيه لتحقيق كل هذا استاذ عمار؟ لو مجرد حبر على ورق؟ لا، الوزاره جاده بهذا الموضوع، وزاره المواد المائيه بالذات جاده بقضيه انشاء سد مكحول. كانت مخاوفنا من آلية وكيفية تعويض المتضررين من إنشاء السد. تدري اليوم إنشاء السد حيزيل عديد من القرى أو تتحول هذه القرى لمناطق أخرى. كيفية إنشاء قرى نموذجية عصرية حديثة، آلية تعويض هؤلاء المتضررين من جراء العمل بالسد، أعداد الفرص العمل التي تتحقق بالجانب الزراعي. كلها فلوس ومبالغ ودعم، يعني ما قلت جنابك الكريم اليوم ماكو لا دعم ولا يعني توفير مبالغ ماليه. يعني شو راح يسدون هذا الجانب؟ اكو ضمانات من الحكومه المركزيه بتمويل وقروض خارجيه بما يخص موضوع السد بالذات، وهذا الموضوع مو علينا كمحافظه. بالدرجه الاساس على وزاره المواد المائيه. بس احنا نتابع ما هي تبعاته او سلبياته على المحافظه وكيفيه استثمار الفرصه هاي من اجل انجاحها. يعني موضوع انشاء مشاريع روائيه كان ما مدرج بهالطريقه هاي، ولكن اصرينا عليه. توفير فرص العمل، القضاء على البطاله، القضاء على البطاله، آليه تعويض المتضررين، انشاء قرى عصريه للمتضررين نتيجه البناء، هاي كل احنا نشتغل عليها. شو نقدم اليوم للمواطن فهو قليل بحقه استاذ عمار؟ انا ما عانى طيله الفتره السابقه ظروف تهجير ونزوح، واليوم كورونا والوضع الاقتصادي، كلها التمت على المواطن، وضحيه هذا الملف هو المواطن. المواطن للأمانة هو سيد الموقف، هو الملك الذي لم يتوج. هو الملك الذي لم يتوج، لأنه اليوم الملك يجب أن يلبس تاج. المواطن هو ملك، ولكن للأسف ما مقدم لشيء ملابس هذا التاج. المواطن حقه في كل شيء، مو لشيء ولا أريد نبرر نفسنا عن عمل معين، ولكن واقع الحال المواطن محتاج إلى خدمات أساسية تحفظ له كرامته، وهذا مبدأنا. ولكن المشكلة قلة التخصيصات المالية. مي وكهرباء إذا توفرت أستاذ عمار كل يعني شيء يصير بشكل طبيعي. يعني شوف كل الامور تهدأ، كل الامور تمشي بشكل ملف حقيقي. المي تقريبا وضعنا بالمحافظه جيد. اكو مناشدات بين الحين والاخر على بعض المشاكل في بعض المشاريع. الكهرباء الطامه الكبرى وعلامه الاستفهام الكبيره هي على ملف الكهرباء. نعتقد السنه الجايه وضع صلاح الدين افضل كثيرا. ايش قد بالمية؟ يعني شوف محطه صلاح الدين حراريه سوف يتم تشغيل الوحدة الأولى بطاقة 630 ميجا واط نهاية شهر 11 إلى بداية شهر 12. المشكلة اللي كانت عندنا بالفترة السابقة أنه ما حنا استفاد من المحطة كل شيء. إيش قد راح تغطي لي من محافظة صلاح الدين؟ يعني هاي على حسب الاتفاق مع الحكومة المركزية. يعني هي إنتاجها في شهر الثالث أو الرابع السنة القادمة 1260 ميجا واط من بداية 11 الى 12 630 تشتغل وحدات توليديه الاوليه ب 630 ميجا واط. الشهر الثالث او الرابع السنه القادمه تكتمل الوحده التوليديه الثانيه واستكمال شبكه نقل الطاقه الكهربائيه. يعني قبل كان عندنا المحطه تشتغل ما تستفاد من عندها صلاح الدين، انضخ بس الى 400 للشبكه الوطنيه. الشهر الثالث او الرابع السنه القادمه بخير وسلامه، لا
تشتغل وتبث داخل المحافظة. نستفاد احنا كمحافظة صلاح الدين من عتها. احنا حاليا قاعد ناخذ 570 ميجا واط من الشبكة المركزية، جيبونا من المحافظات الاخرى من هذا الكلام. بعدين راح يجون يطالبون بالمواطنين من جنابك الكريم هذه السقوف الزمنية والتواريخ اللي حددتها جنابك الكريم. هذا شيلك باجتماع قبل يومين شنو مدير عام انتاج الشبكة الكهرباء الانتاج الطاقة الشمالية، نجيك ونروح نسوي جولة ميدانية في هذه التواريخ يعني من اقول لك بال11 او بال12 واحد تفتح المحطه رسميا. كلام جميل، يكون حضوركم رسمي بالافتتاحيه. ما يحتاج انه راح هذه الثقه اكيد لا 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 نتائج ايجابيه. الاخ مدير عام انتاج الطاقه الشماليه استاذ وليد الدراجي كان النقاش قبل يومين، طيب اكد لنا انه شهر 11 نهاياته او بدايه شهر 12 سوف يتم تشغيل المرحله الاولى من المحطه التوليديه، والمرحلة الثانية اللي بعدها خلال شهر إلى شهرين، ولكن كان العقبة إكمال المحطة والخطوط حتى تستفاد من عندها محافظة صلاح الدين. احنا اليوم نسحب 570 ميجا 600 ميجا من بغداد، طيب هاي نرجع لهم اياه. عندنا 1260 احتياجنا احنا كل صلاح الدين 24 ساعة 1000 ميجا. 260 زيادة همينة، عد 62 زيادة 260 زيادة 260 زيادة تبقى 1000 شو طلب من عندها 800 900 700، هي بالحد الأدنى 20 ساعة. فنتأمل هذا ما يحب يسمع اليوم المواطن، نتأمل حقيقة. أن الوزارة تكون صادقة معنا بالتوزيع. احنا متيقنين أنه إن شاء الله العمل جاري وبمراحل النهائية، ولكن تبقى الحصص والتقسيمات. حتى لو حصلنا 70% من احتياجنا فهو مو أقل من 20 ساعة. طيب أستاذ عمار، يعني محاور كثيرة وعديدة وأسئلة أيضا كثيرة مع جنابك الكريم راح أكملها، ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. إذا أحبتي المشاهدين نذهب بهذا الفاصل القصير ثم نعود لما تبقى من محاور هذه الحلقة، فابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين، والمحور الثاني من هذه الحلقة وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ عمار حكمة البلداوي النائب الفني لمحافظي صلاح الدين. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك عمار. خلينا ننتقل إلى موضوع آخر وهو حديث الشارع وحديث الساعة وحديث العالم بشكل عام. جنابك رئيس خلية الأزمة الفرعية في جنوب محافظة صلاح الدين فيما يخص مواجهة جائحة كورونا، بداية كيف تحدثنا عن آخر تطورات الخاصة بهذا الملف، وأكو التزام لو ماكو؟ يعني هو بداية سؤالك أكو التزام أو ماكو؟ ماكو. طيب لأنه لو أكو التزام، لو أكو التزام ما تصعد الإصابات لا بالعراق ولا بصلاح الدين. بعد ما كانت خالية وبيضاء صلاح الدين، يعني إحنا مو معزل عن العالم، لازم كانت تكون عندنا إصابات. ومع هذا احنا لحد الان الحمد لله والشكر معدلات الاصابه عندنا مقبوله بالنسبه لمحافظات اخرى، يعني طيب نسجل يوميه 100 اقل 100 اكثر 100 بشويه. بالنسبه للنسبه وتناسب للنسبه السكانيه وضعنا جيد نعتبره، ولكن بالعموم تصاعد الاصابات هو مؤشر على قله الالتزام في المحافظات كافه. طيب يعني اليوم لو اكو التزام حقيقي بارتداء الكمامه، التباعد الاجتماعي، الوقاية بصورة صحيحة، النظافة، استخدام المعقمات، ما وصلنا هذا اللي وصلنا. مو واحد اثنين يلتزم بالتعليمات أستاذ عمار، البقية وهي هاي المشكلة. جنابك يعني أكيد نازل وشايف الأسواق، شايف المولات، شايف اليوم الـ يعني الشوارع في أغلب أقلية محافظة صلاح الدين. قبل أيام يعني أكثر من 50% غير ملتزمين بهذا. قبل الموضوع. أيام هنا في تكريت في أحد الأسواق أتبضع و يمكن محل كامل طبينا وطلعنا بس انا لابس كمامه والبقيه لا واحد او اثنين. ماكو رادع بهذا الموضوع، او هذه القرارات تحتاج الى صرامه بالتنفيذ لو وعي المواطن بالدرجه الاولى؟ شوف الدول المتقدمه اللي عندها نجاح بالاحتواء الفيروس اثبتت فعاليتها بقضيه الرهان على ثقافه المواطن ووعيه. احنا اليوم مع الاسف القله القليله الملتزمه طيب. دينيا وملتزم من باب اخلاقي ومن كل الابواب، صحيا يخاف على روحه، دينيا عنده طيب. مخافه الله عليه على نفسه على عائلته وعلى الناس كلها طيب. اخلاقيا يعتبر القضيه اخلاقيه انه يحافظ على نفسه وعلى اخرين وعلى المجتمع من جانب انسان، ولكن هناك الكثير مع الاسف
الذين لم يلتزموا بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة. ليش منخلي مخالفة أو يعني عقوبة للمخالفين عذرا؟ يعني شوف بداية الأمر كان هناك قرارات خاصة بخلية الأزمة في محافظة صلاح الدين. طيب. بعدين صار توجيهات من أمانة عامة مجلس الوزراء. طيب. أنه القرارات هي الحد الأدنى تكون القرارات الخاصة بلجنة السلام الوطنية الصادرة من بغداد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أي قرار يزيد فوقها مقبول، يقل من عندها لا. طيب. يعني مثلا منع التجوال أو ساعات التجوال وما إلى ذلك ما نقدر نقللها، بس نريد نزيدها نقدر نزيدها بهالطريقة. اليوم فرض غرامة مالية، من هو الذي لديه صلاحية لفرض الغرامة المالية؟ مو احنا. طيب. تمويلها، العفو جبايتها، استحصالها، هالكليتها يتطلب قرارات. باشر عقب باشر نزلنا 10 ملابسين كمامات فرضنا عليهم غرامه باشر. اي بس هذا لمصلحتهم، هذا من جانبهم. باشر شي باشر شي خلصنا من الدوائر الرقابيه النزاهه وغير النزاهه. لا خليه تشرع بشكل قانوني، هي هاي المشكله. هاي مو امكانيتنا كمحافظه. طيب. إذا أجى بيها توجيه من بغداد يتحمل مسؤولية وعلى ثلاثهم. إحنا دورنا الحقيقي إنه نظل نستمر بمتابعة المخالفين، توجيههم، الإرشاد، النصح، التوعية. المواطن قبل كان يعني قبل يعني بشكل إيجابي وملتزم وكانت الأعداد قليلة. المشكلة شو هي كثرة الأعداد والمواطن يعني؟ المشكلة أكو ثقافة، أكو ثقافة اليوم إنه التعايش مع المرض. يابا أوكي، التعايش مع المرض جدا ضروري، هي صارت حالة عامة في كل مجتمعات العالم. طيب. والعالم المتقدم ليس فقط في العراق. ولكن التعايش على أسس سلمي، يعني أنت اليوم عندك حالات إصابة يمكن الحد أو التوقف عند رقم معين، ولكن الأساس هو تطبيق التعليمات الصحية، أنه تلتزم بالتعليمات الصحية. اليوم قبل فترة من نقرأ نتائج الفحوصات وعدد حالات الشفاء إلى حالات الإصابة، نلقى أكو فرق بسيط بيناتهم 10,000 20,000 30,000. طيب. ضمن استيعاب الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، اليوم عدد المصابين بالعراق فوق 200,000، وعدد اللي متشافين 140,000، يعني هناك ما يقارب 60,000 شخص بحاجة إلى رعاية صحية. طبعا هذا الرقم بالنسبة لوضع الصحة في العراق عموما رقم كبير جدا، لأنه يعني ما عندنا طاقة سريرية استيعابية بما يخص توفير الصحة لهؤلاء الناس، وهي المشكلة. هنا نسبة الوفيات عالية لقلة الخدمات الصحية الموجودة بالعراق. يعني اليوم احنا الأكسجين ما صارت عندنا مشكلة في صلاح الدين. زين. ليش؟ عندنا إنتاج كافي كان من الأكسجين، عندنا نعطي للمحافظات الأخرى اللي يجونا. عندنا إنتاج كافي من صلاح الدين، ولكن ما عندنا في كل مستشفياتنا طاقة استيعابية للغاز السائل. بس أكو قلة بالكوادر الصحية حسب ما يعني يرى المواطن في هذا الجانب في بعض المراكز الصحية أو مراكز الحجر، يقول مستوى الخدمات مو بالمستوى المطلوب. أستاذ عمار، يعني هي دائما المواطن من حقه أنه يأتي بهذا الموضوع، ولكن إذا هو مستوى الخدمة الصحية بالعراق عموما، يعني يقول لك أنا أقعد بالبيت وتابع نفسي وأحجر نفسي أحسن مما أروح لمركز صحي فلاني لربما أني أنعدي أو أفقد حياتي. حقيقة الخدمة الصحية بالعراق عموما ليست بالمستوى المطلوب. طيب. والمواطن حقه من يأتي بهذا الموضوع، لأنه اليوم من يقارن تجارب أخرى بالدول المحيطة يروح اليوم يتعالج بإيران وبعمان وبلبنان وبغير مكان. ليش؟ يعني ما عنده خدمة صحية موجودة بالبلد بصورة صحيحة تمنع من السفر إلى خارج العراق. جتنا أزمة كورونا اللي هي خارج السياقات، خارج النطاق، خارج المقبول بالعالم كليته. طيب. الدول المتقدمة ما جابت هذا المرض. فكيف حال نظام صحي متهالك مثل العراق؟ نعتقد أنه اليوم جزء من البروتوكول اللي صار بوزارة الصحة، ليس كل مصاب يحتاج إلى الذهاب إلى مركز العزل. يعني اليوم أعداد الموجودين بمراكز العزل، طيب. يعني الطاقة السريرية اللي عندنا مثلا 200 أو 300 في كل المحافظة، وعندك 500 إصابة، فمو الكل يروح. حصلكم مش قد اللقاح الروسي؟ عقدتوا اتفقتوا في خصوص هذا الجانب أستاذ عمار؟ ما لنا علاقة كمحافظة صلاح الدين، كحكومة محلية ما لنا علاقة. ملف الصحة معني بدائرة الصحة صلاح الدين المرتبطة بالوزارة، توجيهاتها، حصة الدواء، نوعية الأدوية، البروتوكولات الطبية، كل تحدد وزارة الصحة ويجينا من خلال دائرة الصحة صلاح الدين. كلام جميل. قلت في أحد التصريحات أن قيادات وكوادر مركز تدريب العسكريين تابع للحشد الشعبي أبدوا استعدادهم لدعم خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين من كافة
الجوانب وبكافة الوسائل المتاحة. خلينا نعرف معطيات وتفاصيل هذا الموضوع. يعني كان اتصال من مدير مركز العسكريين التدريب الحشد الشعبي في صلاح الدين واللي مقره في محطة بلد، وتوجيه كتاب رسمي لزيارتهم، وتوجهنا بكتاب رسمي بزيارة رسمية عفوا إلى المركز، والتقينا بالأخ أمر المركز، عندهم أبنية مخصصة لأغراض التدريب، ثكنات للمبيت لل حيوان في سامراء، لا في بلد في منطقة المحطة. وزودنا الرجل بكتاب رسمي يؤيد ويرغب بدعم خلية الأزمة بتوفير الاحتياجات الأساسية. مثل شنو هذه الاحتياجات السبعة؟ عندهم أبنية كاملة معدة، أجهزة، لا عندهم أبنية كاملة مجهزة معدلة للطلبة المتدربين، أسرة مؤثثة كاملة، من أسرة، من كوميديات، من تبريد. قالوا هاي الأبنية بخدمتكم، إذا حبيت تسوون مركز عزل أو حجر أو زيادة الطاقة السريرية. استغلتوا هذا الموضوع؟ بالحقيقة لا. شنو السبب؟ لأنه المكان هو مكان جيد، ولكن الأخوان اللي موجودين في دائرة الصحة قالوا يبعد عن المستشفى الرئيسية أو الخدمات الرئيسية مسافة عن المدينة 5 أو 6 كيلو. ما يمكن أنه اليوم نتقسم الكادر، ما عندنا إمكانية أن نتقسم الكادر وتقسم الإمكانيات الطبية واللوجستية بين هالمكانين. طيب، هم الناس المشكورين هيئة الحشد ومركز التدريب بإدارته الحالية اللي قدمت كل الدعم وأبدت رغبتها بالتعاون. وجهت لنا كتاب رسمي المحافظة وسلمناه لأخ السيد المحافظ أنه في حالة احتياجهم أو أي وقت نحتاج المركز بما يخص مواجهة جائحة كورونا نكون في خدمتنا وتحت تصرفنا. مركز الحجر الصحي في بلد، وايضا كانت لك جوله ميدانيه مع النائب محمد كريم البلداوي عضو مجلس النواب العراقي بوضع اللمسات الاخيره فيما يخص هذا الحجر. وين وصل؟ اكتمل لو بعد مكتمل حاليا؟ سوف يجهز بكل المهندس والامور المهمه. هذا مركز حجر تم اضافه للطاقه السريريه اللي موجوده بالمستشفى. احنا عندنا في مستشفى بلد من ضمن ابنيه المستشفى هناك مركز صحي. تم تفريغ المركز الصحي وتهيئته لمرضى جائحة كورونا. المنطقة اللي تضم العيادات الاستشارية أيضا تم تفريغها لهذا الغرض. تم إنشاء مركز عزل آخر اللي تتحدث عليه جنابك وتهيئته وتوفير بالمستلزمات في بناية الزراعة في قضاء بلد، كلية الزراعة. وتوفير الأسرة، المعدات، حتى المحافظة والأخ السيد المحافظ زار المكان دعمه بتوفير بعض الأجهزة والمعدات. متى سوف يفتح؟ حاليا جاهز وستاند باي، ما عنده مشكلة بيه. تنتظرون ارتفاع الإصابات الموضوع منوط بالقضية بالصحة. احنا علينا نجهز لوجستيا، نجهز الأمور ونعطيها لأصحاب الاختصاص. يبقى هو شو وقت يستعملهم إلا شو وقت يفتتحوه، هذا الشيء يخصهم. أنا ما أجبر المدير الصحة أو أجبر مدير المستشفى أنه باشا لازم يشغل هذا المكان معزل، بس أنا علي أنه هيئت له مكان، زدت له الطاقة الاستيعابية السريرية. في حالة مواجهته لاحتياج حتى هو القرار يفهم. والله يبعدنا وإن شاء الله ما نحتاج شاء الله هذه شاء المراكز الله. جميعها. يعني بصراحة أستاذ عمار، هل أنتم مسيطرون على الوضع الحالي فيما يخص جائحة كورونا؟ وهل أنتم راضون على ما قدمتوا للمواطن في الوقاية من الإصابة بهذا المرض؟ أتحدث كخلية أزمة وكحكومة محلية. يمكن وشنو كان اللي ببالكم تريدون تنفذوه وما تنفذ بسبب أو آخر؟ يعني شوف، اليوم الخدمة الصحية بالعراق عموما ليست في المستوى المطلوب، وكلنا نتمنى أنه نقدم خدمة صحية أفضل من اللي موجودة حاليا. المواطن مهما ما تخدمه وما تقدم له من خدمات هو قليل بحقه، لأنه مو من باب المجاملة، ولكن هو أخونا وصديقنا وجيراننا، كل فئات المجتمع. احنا ليس بعيدين عن المجتمع هذا اللي موجود. نتمنى من نقدم له خدمة أنت ترتاح ويرتاح، لا يجدك بابك ويسألك على خدمة معينة أو مطلب معين، وهو في وقت في نفس الوقت أنت مقدم له خدمة هو نفسيا مرتاح. اليوم المواطن يجدك بابك ويجي يسألك على حاجة معينة، ليش؟ لو موجودة هاي الحاجة وموجودة هاي الخدمة ما يجي بحالك، ولكن تضطر الأحوال أنه يطرق الأبواب للحصول على خدمات، للحصول على استحقاقه. وهذا ليس منة من أحد، بالعكس المواطن هو حقه الطبيعي أنه يعيش ببلد
بكرامته بتوفير خدماته من القبيل. أعتقد أنه اليوم تفاعلنا مع خلية الأزمة ومقررات خلية الأزمة واضحة للجميع من أول يوم نزلنا بالميدان وبقوة وطبقنا قرارات وحتى طلعنا خارج قرارات اللي موجودة والمفروضة من بغداد من أجل المحافظة على سلامة المواطنين. ولكن للأسف الشديد قلة الوعي، قلة الثقافة، عدم التزام المواطنين بالتوجيهات والتعليمات الصحية هي اللي يحبطنا. كان نتمنى أنه تكون هناك حالة من الوعي عالية تجنبنا العدد الكبير من الإصابات. هذا هو الفيصل. اللاعب الأساس هو اليوم المواطن في هذا المواطن في هذا الجانب. إذا مو حريص على نفسه وعلى أهله وعلى ناسه وعلى آخرين، كيف يكون حريص؟ يعني كيف ألزمه؟ يعني أنا اليوم ما يخاف على نفسه، يخاف على أهله، يخاف على ربعه، جيرانه، منطقته. هاي المشكلة، هاي المشكلة إنه يحكم عقله من أجل الوقاية صحيا، يلتزم بدينه اللي أمره، بعدم إيذاء الآخرين، يلتزم بالمبدأ الخلقي والعادات والتقاليد، بعدم إيذاء الآخرين. هذا هو الفيصل. اليوم ما عندي عصا سحرية أنه أستطيع من خلالها أفرض عليه شيء. دول عظمى ودول متقدمة ما قدرت السيطرة بشكل سريع، ومنطق القوة، ومنطق القوة مو هذا المنطق الصحيح. أقدر باكر أجيبه وأحبسه بعدين، مو هذا المنطق. هذا التعامل، تعامل إنساني وأخلاقي للنجاة من هذه الأزمة. أستاذ عمار، يعني انتقلنا أو تطرقنا إلى الجانب الأمني والجانب الاقتصادي والجانب الصحي، خلينا ننتقل أيضا مع حضرتك إلى ملف آخر وهو ملف السلم الأهلي والمجتمعي. سيما أنكم ضيفتم قبل فترة كحكومة محلية في محافظة صلاح الدين مؤتمرا لدعم السلم المجتمعي والأهلي وتحشيد المجتمع لمساندة القوات الأمنية ونبذ الطائفية والعنصرية وإلى آخره. بماذا خرجتم من ثمار من خلال هذا المؤتمر أستاذ عمار؟ واليوم حكومة صلاح الدين اتجهت إلى تعزيز ملف الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي خصوصا بعد تحريرها من عصابات داعش الإرهابية. بالحقيقة كان هناك تنسيق مع الإخوان بالعتبة العسكرية ووفد من العتبة الحسينية بطرح مؤتمر أو عقد مؤتمر في محافظة صلاح الدين ضمن نخبة من الشيوخ والوجهاء من أهل المحافظة. حقيقة هكذا مؤتمرات تعبر عن الروح الوطنية وروح اللحمة. الغاية من عندنا اليوم التقارب اللي قد بعدتنا به بالأيام السابقة. هذا المؤتمر الأول كان؟ أي نعم. الظروف اللي مرت بها محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى والتباعد اللي صار بينها وبين بقية المحافظات نتيجة مع الأسف صبغة بصبغات لا تليق بها. صلاح الدين صلاح مكون عراقي أصيل، وفسيفساء عراقي يضم كل الطوائف وكل القوميات. للأسف بعض السياسيين وحتى معدوم من المحافظة ألبسوها ثوب مو ثوب بقضية سبايكر. شنو السبب؟ مع الأسف فيها المزايدات السياسية لإرضاء أسيادهم أو رياض. المزايدات السياسية حتى وإن كانت على حساب أبناء المحافظة. هو منطقة، هو شوف صلاح الدين تمر بتجربة قاسية جدا، لأن بعض السياسيين اللي موجودين بيها ما محترمين نفسهم، فكيف هيحترمون شعبهم؟ وللأسف هو اللي وصلوهم إلى فترة معينة خلوهم يمثلون صلاح الدين بهذه الطريقة. ما يخفى على الجميع الملف اللي صار على صلاح الدين بملف سبايكر والصبغة السوداء اللي حاول الإعلام وبعض السياسيين من أهالي المحافظة خارجها أنه يلبسوها ثوب مو ثوبة. ولكن الحمد لله بهمة الغيارة وأبناء المحافظة الأصلاء واستوعابهم لكل الضغوطات اللي صارت وتراصفهم بالصفوف مع أبناء العشائر الأخرى بالمحافظات الأخرى، لأنه نحن اليوم امتداد لكل العشائر بالعراق. يعني اليوم مو معزل عن الآخرين. وأعطينا رسالة إيجابية وحقيقية ونشوف اليوم ثمرتها، ودائما أنا أحكيها. اليوم من نجي على الأقسام الداخلية في جامعة تكييت عندنا ما يقارب 20,000 طالب من كل العراق، خليط من الشعب العراقي في محافظة صلاح بكل طوائفه وقومياته. هذا الرسالة الأهم. في سامراء، جامعة السامرات نفس الشيء. عندنا بالكليات البقية نفس الشيء، وهي هي الرسالة. المواطنين في محافظة صلاح الدين بكل أقضيتها ونواحيها، أي يعني الكردي والتركماني وبدون مسميات، يعني هاي القضية أنه اليوم صلاح الدين نجحنا بعبور الأزمة وعبور الحملة الشعواء اللي اشتغلت ضدنا بفترة معينة لاستهدافنا. الحفاظ على هذا النسيج في محافظة صلاح الدين أولا وانعكاسه على المحافظات الأخرى هي هاي الرسالة. اليوم عقد هكذا مؤتمرات
عقد هكذا حوارات طيب. مع جهات مختلفة عشائرية دينية هي رسالة إيجابية اللي يحملها أبناء صلاح الدين لكل العراق. يعني من هم المعنيون أو على من تقع مسؤولية تعزيز ملف الأمن وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتوحيد الكلمة؟ القيادات الأمنية، حكومة، مواطنين، رجال دين، أكاديميين، من؟ لكل مسمى من المسميات اللي ذكرتها حضرتك طيب. إلى دور بتعزيز المجتمع السلم الأهلي بالمجتمع وعلى رأسه ويقود هاي الحملة كلية اللي هي المحافظة توحد الجهود هاي اللي موجودة طيب. ما بين شيوخ العشائر، علماء الدين، المثقفين، النشطاء طيب. طبقات المجتمع المختلفة وتوحدها كلها باتجاه شكد حققتوا بهذا الملف من نسبة مقارنة مع السنوات السابقة؟ نعتقد اليوم كل سنة تمر علينا قاعد نقدم تواجهكم معضلات ومعوقات في هذا الجانب، مو مثل وشلون يعني يتم التغلب عليها استاذ عمار؟ مو مثل قبل، شوف الخطاب اللي كان موجود قبل سنوات، خطاب طائفي عرقي مقيت في كل العراق طيب. اليوم الخطاب الوطني ده يجمع العراقيين جميعا طيب. وهذا الخطاب الوطني اللي موجود في صلاح الدين اصلا وانعكاساته على المحافظات الاخرى وتجاوب المحافظات الاخرى مع خطابنا الوطني نعم، ما اعتقد اليوم تواجهنا عقبات كبيره، عقبات بسيطه تذليلها من خلال هاي المؤتمرات تجمع الناس ما تعرفك تجي تقعد ببساطك تقعد على فراشك وتتحاور وياك وتسولف وياك وتفهم افكارك وتوصلها معاناتك وتكون هي جزء من حل. هذا ديدننا وهذه تقاليدنا وهذه عاداتنا استاذ عمار، هي هاي الغايه من هالمؤتمرات انه اليوم توصل منو صلاح الدين، منو ابن صلاح الدين، شنو افكار ابن صلاح الدين، بالتالي تشوف التجارب الاخرى وتشوف الاخرين شلون ناظرين لك شلون يتعاملون وياك طيب. هي هذا الانصهار اللي يكون بالثقافات والعقول واللي وصلنا الى برلمان. يعني البعض يرون ان السلم الاهلي والمجتمعي يعني ما راح تكتمل اركانه بشكل كامل ما لم يتم اعاده النازحين او اخر نازح الى بيت استاذ عمار، وقلت في احد التصريحات الصحفيه 90% من العوائل او من نازحي صلاح الدين عادوا الى مناطقهم الاصليه، بقوا 10% لم يعودوا حتى الان. شنو السبب؟ اسباب امنيه، اسباب خدميه، خلافات عشائريه؟ اغلب الاسباب، شوف اغلب المناطق اللي عودت النازحين ما بيها خدمات طيب، ولكن متى ما تتيح لنا العوده احنا مجبرين بتقديم الخدمات بالحد الادنى. اليوم ما اروح اصلح لي مشروع ماي ولا راح اصلح لي محطه كهرباء ولا راح ارجع محوله بمنطقه ما بيها بشر، مستحيله يعني. اما اخاف على اغراض من السرقه والعبث اموال دوله طيب. هم اخاف انه ما حيستفاد من عندها قد طيب. افيد بها مناطق اخرى بالوقت الحالي جي. فالخدمات متى ما عادت النازحين الى مناطقها مثل ما مرينا بهذه التجارب من عام 2014 الى اليوم نقدم لهم خدمه بالحد الادنى والمتوفر عندنا من ماء وكهرباء، الامن هام مسلم به طيب. المشكله الاساسيه في كثير من النازحين مشاكل عشائريه مناطقيه طيب. من تلطخت ايدي بدماء الابرياء هذا احنا متبرين من عنده وما الى عوده نهائيا. فهناك البقية الابرياء اكو اجراءات تصير بالمصالح المجتمعيه، قلت الاخ المحافظ طيب. ومعاونته احنا معاه والاخرين من اجل الصلح العشائري او المناطقي بكثير من المناطق مثل سيد غريب، مناطق اخرى طيب. قرى محدده في يثرب، قرى في الطوز وامل لي ما على ذلك، واليوم تشوف اكو عوده، اكو تنسيق وتوحيد جهود من اجل تضميد الجراح ولملمه الجراح والوصول الى مرحله معينه من اجل عوده هؤلاء النازحين الى مناطقهم. القله البقيه المتبقيين اللي هم مع الاسف عوائل اللي انتموا لعصابات داعش الارهابيه اللي بعثنا عملنا بالمرحله السابقه بجهود طيبه من ناسنا واهلنا، يعني اكو هناك مصالحات اجتماعيه وعشائريه حتى ومؤتمرات في اربيل لعوائل شهداء داسوا على جراحهم في قضاء الشرقاط، داسوا على جراحهم وآلامهم وعودوا عوائل الدواعش بضمانات وهم اللي احتواهم. بس دول هم يحتاجون مهمة أخرى
انه ناهلهم ونخلصهم من الفكر اللي هم حاملين ونمزجهم بالمجتمع من جديد؟ هو هنا الفكره انه توفير الموارد من خلال المنظمات والتنسيق مع المنظمات من طيب. اجل اعاده دمج هاي العوائل مره ثانيه بالمجتمع، هو هاي الرساله الاهم. اليوم مو لازم ارجع المكان، المهم بس ارجع المكان وانتهي الموضوع، لا، شلون احافظ عليه من الفكر الهدام اللي هو احافظ شايلة. احافظ عليه من اي نوع من انواع التنمر او انواع العداء اللي قد يحدث نتيجه عودته طيب. وكيفيه اعيد تاهيله واعيد تاهيل الاطفال النساء وعودتهم للمجتمع واندماجهم مره ثانيه. المسؤوليه الكبرى بعد ما قضينا على داعش عسكريا، اليوم لازم نقضي على فكريا استاذ نعم. عمار، يعني الكلام معك جميل استاذ عمار، ولكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج، ولكن كلمه اخيره او رساله تحب توجهها في نهايه لقائنا الى كل من يتابعنا عبر شاشه قناه صلاح الدين الفضائيه. طبعا اشكركم واشكر قناه صلاح الدين اللي دائما ترافقنا في كثير من الاحداث واللقاءات. تحياتي. ونتمنى التوفيق للجميع والسلامة، ونتمنى من المواطنين الالتزام ب ما تقرر قضية الأزمة بما يخص موضوع وباء كوفيد 19 طيب. والالتزام بالتعليمات الصحية والطبية لتقليل الإصابات. نحن اليوم أمام خطر كبير، ارتفاع درجات أعداد الإصابة هذا مؤشر خطير جدا، ونتمنى من خلال قناتكم والناشد الحكومة المركزية بتوفير التمويل اللازم والتخصيصات المالية اللازمة لإسنادنا لتقديم الخدمات للمواطنين. اليوم مواطننا تحمل الكثير من عام 2014 لحد الآن طيب. لم تقدم الخدمات بصورة صحيحة، اللي موقفنا حقيقة هي التمويل، والمقاول ما يقدر يقدم خدمة للمواطن إلا بوجود أموال حتى يقدر يقدم خدمات. نتمنى إن شاء الله من خلال قناتكم تسجلون الحكومة المركزية بتوفير التخصيصات المالية من أجل إكمال المشاريع بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة للمواطن. الأستاذ عمار حكمة البلداوي النائب الفني لمحافظة صلاح الدين، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا جزيلا لجنابك الكريم. شكرا جزيلا. وشكرا موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على طيب المتابعة. كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في الإعداد والتقديم أحمد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا استاذ عمار، شكرا عزيزي، الله يبارك فيك.